مطمئنة تجلس نوال مع أطفالها بعد تلقيها لقاح كورونا، وهي بالكاد تسمع مؤخراً عن إصابات بالفيروس في محيطها. كنا كل فترة عم نسمع بين الأصحاب والأهل عم بيكون في عنا كتير كيسز يعني، وخصوصي كمان بالمنطقة اللي أنا ساكنة فيها كانوا الأعداد كتير عم بيزيدوا، بينما هلأ في كتير حالات عم يشفوا والإصابات كتير قلت، ما بقى في يعني إصابات. من الآلاف في فبراير الماضي انخفض عدد الإصابات اليومية في لبنان إلى قرابة 100، حتى أقفل عدد من المستشفيات أقسام كورونا لعدم الحاجة إليها بعد الآن. نحن القسم كان يستوعب 32 مريض بين عناية فائقة وحالات عادية، وصلنا أنه قدرنا نسكر القسم. أسبوعياً تنظم وزارة الصحة اللبنانية ما تسميه بيوم ماراثون التلقيح ضد كورونا، ما ساهم بتشكيل مناعة مجتمعية تخطت 50%. مع عدد تراكمي للملقحين بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا تخطى 800,000، فيما تسجل أكثر من 1,700,000 شخص على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة لتلقي اللقاح. صرنا مصنفين على أنه نحن على اللائحة البيضاء وبعض الدول على اللائحة الخضراء، يعني نحن طلعنا من الأزمة اللي كنا فيها، بس مش معناتها أنه ما بقى نرجع للأزمة. فعشان هيك ما فينا نقول نقضى على كورونا، لأن الكورونا بعد موجود بالعالم، وخاصة مع التحولات الفيروسية الموجودة حاليا. واللي بيخوف أكتر شيء واللي نحن كتير عم نتابعه حاليا هو الفاريانت الهندي اللي بيسموه لامدا فاريانت. وحاليا بلبنان نحن عم نشتغل قبل على انه نعرف اذا صار هالفاريانت موجود عندنا، والطريقه اللي معتمدتها وزاره الصحه من خلال الفحوصات اللي بتاخذهم على المطار ومن المجتمع اللبناني. جمعنا تقريبا 950 عينه انبعثوا على بريطانيا لحتى نشوف اذا عندنا نوع من الفاريانت الجديد وشو هو الفاريانت الموجود حاليا بلبنان. من هلا لمنتصف اكثر من مليون جرعة حتنعطى للناس، وهيدي حتزيد مليون شخص هياخد يصير عنده مناعة عن كان كاملة أو جزئية. وسط ذلك تنتشر مظاهر العودة إلى الحياة الطبيعية وشبه غياب لتدابير الوقاية، وهو ما يحذر منه الاختصاصيون، مؤكدين أن الفيروس لا يزال موجودا وأن يتحور هو احتمال. تواصل أعداد كورونا انحساره، وتواصل وزارة الصحة حملات التلقيح، لكنها في الوقت عينه تحذر من الاستسهال في التدابير الوقائية، ما قد يعيد لبنان بلحظة إلى المربع الأول. من بيروت، جوال الحاج موسى، الحرة.